أهلا بكم مشاهدي الكرام، وفقرتنا الأخيرة رح نتحدث وإياكم ومن خلال مقولة: بيتك أو مطبخك صيدليتك. الأطعمة الغذائية أو المواد الغذائية اللي بتساعد في تقوية جهاز المناعة في الجسم، وإحنا بنعرف لما يكون جهاز المناعة قوي في الجسم إذن هو السد المنيع أمام الجراثيم وأمام الأمراض، وبالتالي يحمي الجسم من العديد من الفيروسات والجراثيم والأمراض المتنوعة. المهندسة شهد ياسين عندها، وهي أخصائية غذاء وعندها تفاصيل كثيرة حول المواد الغذائية اللي ممكن إحنا نستفيد فيها، موجودة في كل مطابخنا وفي كل ثلاجاتنا، لكن يمكن إحنا ما بنعرف قديش هي مهمة هذه المواد الغذائية وانعكاساتها على جهاز المناعة. أهلا ومرحبا يا أهلا فيك ست فخر، الله يسعدك. طيب، بداية بدي أحكي عن موضوع الالتهابات. هي كمؤشر طبيعي خلقه ربنا حتى انه الانسان يقدر يشخص اذا وجد عنده مرض، يعني الالتهاب مش شيء مخيف ولكن هو مؤشر. بس المشكله وين؟ اذا صار الالتهاب هذا بشكل متكرر وغير مسيطر عليه، يعني اذا اصاب عضو من اعضاء جسم الانسان بشكل متكرر دائم وما كانش في سيطره عليه، هون بتصير في عندنا مشكله. ليه؟ لانه هذا الالتهاب ممكن يتطور ليصير امراض، ليتكون عنده امراض خطيره مثل السكري وامراض الضغط وامراض المفاصل التهابات المفاصل المزمنة، وحتى بعض أنواع السرطانات. عشان هيك السيطرة على الالتهابات كتير مهمة، وممكن تكون بشيء بسيط مثل ما ذكرتي من مطبخنا، أشياء نستعملها بشكل يومي ما نكون عارفين قيمتها قديش هي مفيدة في علاج الالتهابات أو الوقاية منها، وفي أغذية أيضا نستعملها بشكل يومي بدون دراية منها بتزيد من مشكلة الالتهابات هذه. فأنا جايبه معي آيتمز حتى نقدر نعرف الفرق بين كل شيء. من عندك تبلشي؟ نبلش من حبوب الإفطار الصباحية إذا بدك. هلا الامهات اغلب اوقاتهم بيقولوا انا بدي افطر ابني، طبعا بدي افطر ابني حبوب الطعام اللي هي السيريال. بس هاي الكويسه، احنا نبدا في اللي مش كويسه. بتجيب الاطفال دائما النوع اللي بيكون عليه سكري زياده، اللي بيكون ملون، حتى انه بيكون محبب لابنها يعني. بس المشكله فيها هاي ايش؟ انها فيها سكر عالي، وسكر مكتوب بيكون اذا قرات الام الليبل تبع القيمه الغذائيه ورا بيكون مكتوب عليه الكورن سيرب اللي هو ايش؟ فيه فركتوز عالي، شراب الذره اللي هو شراب الذره، بيكون زي القطر بس اخف، كثير كثيف، وفيه فيه سكر الفركتوز. سكر الفركتوز مش مفيد ابدا. سكر الفواكه هو اسمه فركتوز بالضبط. مش مشكلته انه بيزيد من نسبه الالتهابات بالجسم، لانه الالتهاب بيتغذى على الدهون المصنعه وعلى السكر المكرر، فهذا سكر مكرر رسمي. الام بتفكر هلا معلش نمرقه مره بالشهر مثلا. هلا فينا نستبدله احنا بهذا النوع. هلا هذا النوع كيف الام فيها تعرف انه هذا اللي منيح وهذا اللي مش منيح؟ هذا بيكون حبوب كامله فيه وما بيكون مضاف له سكر الفركتوز، بين شكله بالضبط. هلا اذا الطفل ما حبب شكله ممكن نضيف له عسل هي يعني من حالها، انه عشان ممكن تفرم له موزة عليها. ايوه بالضبط، فبتصير عندها خيارات احسن هيك. انت بتكسبي الحليب وبتكسبي هذا الشيء. هلا في شغله ثانيه ممكن اضيفها لحبوب الطعام، انه انا ممكن اضيف الكرز المجفف. هلا هو مش كثير متوفر عندنا في البلدان العربيه فريش يعني بطازه، او التوت البري المجفف موجود عندنا كمجفف بس كطازه مش موجود. هذا الروزبري اللي اسمه روزبري. ايوه بالضبط اللي هو الروزبري. هلا موجود، انا يعني عشان الامانه انا بشوفه في اكثر من فريش ولا مجفف. لا لا طبعا المجفف موجود، هذاك الصحن هالقد ب 10 ليرات اما هذا مش موجود عندنا. بس مجفف انا شفته مثلا ممكن هالقد نعمل فيه قالب كيك كامل مثلا. ايوه بالضبط، ممكن نفوته على كثير اطباق من اطباق خبز. ممكن مع يعني كوجبه الافطار نضيف عليه حليب وخلص الطفل بصير يتناول. هلا شو فوائده هلا هذا الشيء؟ فيه مضادات اكسده اكثر من 3 مرات من الموجوده بالبروكلي. هلا البروكلي صيته انه عالي جدا في مضادات الاكسده اللي هي الانتي اوكسيدنتس، وهيك بتحمي من السرطانات وبتحمي من امراض القلب وهيك، بس هذا فيه 3 مرات اكثر من مضادات الاكسده هاي، لانه لونه غامق الصبغه اللي فيه هي المفيده. بعدين شغله ثانيه، الشيء الحلو فيه انه طعمه حلو وشكله زي الكاندي، فمحبب للطفل يعني بحس حاله عم ياكل. هو زي الزبيب المجفف على كل حال. هو اسمه رازبري. ايوه بالضبط، هو التوت البري الاحمر. التوت البري احمر، هو حتى لما بيكون احمر حامض. بالضبط، اكلته مره في المانيا، لانه بتعرفي احنا ما بنشوف هاي الاشياء، مش موجوده في بلادنا، فحبيت اكلها اكلتها طلعت كتير حامضه، بس لما يتجفف بهاي الطريقه بصير احلى. بالضبط زي الزبيب، زي مبدا العنب والزبيب. بالضبط. هلا كمان شغله حلوه فيه بيعالج الالتهاب الاكسده. بالضبط مضاد، بس هذا كل ما كانت الصبغه فيه اكثر بتصير الفائده فيه اكثر، 3 مرات فيه اكثر. الزبيب الاحمر لا ما بتزبط. هلا هو موجود برضه بس بالنسبه للفواكه، يعني احنا بنقعد ناخذ الفكره كفكره بشكل عام، بنقدر نلاقي بدائل. السوبر ماركت بهاي الطريقه
مش سعره مش مرتفع قياسا بقيمته الغذائية العالية. بنشط الذاكرة بشكل كتير كبير، يعني برضو الطفل إذا أخده الصبح إنه كتير بيحس حاله متنشط للمدرسة وذاكرته متنشطة، وبعدين بيحمي من موضوع الالتهابات اللي إحنا نحكي عنها، اللي هي موضوع اللي نحكي فيه، بيحمي من التهاب المثانة، لأنه بيخلي البكتيريا ما تقدر تلتصق على جدار المثانة وبالتالي بخفف الالتهاب وبيعالجه. فهذه قيمته الغذائية كتير عالية، ريت نستبدله يعني نصير نستعمله بشكل يومي. بنحط مع الرقائق بنحط حتى تصير وجبة متكاملة مع حليب فصار رائع. ممكن نعمل مع الكيك، وممكن نحط إذا بدك تعجيني خبز تعملي خبز تضيفي له بالضبط، يعني هاي في عندك أفكار حلوة كمان. طيب كويس بالضبط. الحمد لله. هلا الصبح أغلب الناس حتى يشربوا قهوة أو يشربوا شاي بحطوا السكرية على الشاي حتى يصحصحوا، بحبوا الطعم حلو. في ناس هيك يعني إنه بقول لك بدي طاقة الصبح بدي سكر. فهلا السكر مثل ما قلنا إنه علاج مش علاج، هو غذاء للبكتيريا اللي بتسوي التهابات عندنا بالجسم. فاحنا كيف نقدر نستبدلها؟ نستبدلها بالقرفه. هلا القرفه في عندنا متوفر كثير بالعالم العربي، ممكن تكون على شكل عيدان او تكون مطحونه. يعني كيف اعمل فنجان قهوه حلو مع حد او حليها بالقرفه؟ جربي طعمها. ليه هلا هلا انت جربي انت فيكي تغليها لحالها مثلا. انا فكرته كاكاو هذا. لا هي قرفه. هلا فيكي انت اذا بتقدر تستبدلي حتى القهوه تماما بالقرفه. كيف؟ ليه؟ لانها هي منشط للذاكرة ومنشطة للحاسة الإدراك، يعني بتعمل تنبيه. مجرد أنك شميتي ريحتها أو ذقتي طعمها بصير في عنا حالة من التنبيه والتيقظ، لأنها بتحسن الدورة الدموية وبتنشط الدماغ وبتنشط الخلايا الدماغ. فهي كتير مفيدة وعملية، برضو إلها كمان فوائد كتير في معالجة التهابات المفاصل اللي هو موضوعنا. بتخفف من ألام التهاب المفاصل وأيضا بتعالجها، وبرضو في إلها فوائد في التهاب في معالجة التهاب المسالك البولية. هلا إحنا يمكن بالشتوية بنشربها أكتر مش هيك؟ برضه في منه صح، بس هلا فينا احنا كمان بدل السكر كمان فيها طعم حلو. مزبوط، عشان هيك هي بتنحط مع الحلويات اكثر. بتعرفي كمان انا سمعت انه لها علاقه بعمليه تسريع الهضم، او انه عشان هيك اللي بدهم ينحفوا بيشربوا قرفه. هي ترفع فعلا، ترفع نسبه الحرق او معدل الميتابوليزم الهدم والبناء في الجسم، بتخلي سرعته اعلى. ففي لها كثير فوائد. انا يعني مره واحد قال لي او دكتوره قالت لي انه حطي كاسه حليب فاتره وحطي معلقه زيها بغير سكر واشربيها الصبح. بتخسس او بتسرع عمليه الحرق. هلا هي احنا لها فوائد كثير، حتى المواد المائيه بكفي لها فوائد في تخسيس الوزن، بس احنا عم نركز على موضوع انها مناعه الالتهاب والمناعه الجسم. هلا في شغلة تانية، ننتقل لوجبات الغداء. أغلب وجباتنا العربية فيها جزء بروتين، لأن البروتين مهم وجسم الإنسان بحاجة للبروتين. إحنا بنستفيد ناخد البروتين من المصادر الحيوانية اللي هي الدجاج والسمك واللحوم بشكل عام، وممكن كمان ناخده من الحيوان اللحوم الحيوانات المصنعة مثل الهوت دوغ والنقانق يعني. هلا هذا غلط كبير بالنسبه للي عنده التهابات، كثير بده يقيمها. هلا اللي ما عنده التهابات فيه ياخذ بروتين من هاي المصادر، ولكن اللي بده يعالج الالتهابات لا عنده. لا انت مش مع الهوت دوغ يعني. لا طبعا اكيد هي لانها هي من الدهون المصنعه وفيها اصلا دهون، نسبه دهون مشبعه. بتخلي اثر الاتش دي ال اللي هو الكوليسترول الكويس يقل. ايش يعني؟ يعني هلا فائده الكوليسترول الجيد انها بتحمي الشرايين وبتحافظ على ضغط الدم وهيك. فاذا كان في كوليسترول سيء بينزل الاتش دي ال وبيطلع ال دي ال، فهذا اللحمه هذا اللي بتعمله. وكمان الوسط اللي بتعمله بالجسم عند حرقها بتعمل وسط حمضي اللي هو وسط مناسب جدا لعيش البكتيريا، فبترفع حموضة الجسم وهذا إشي مش كويس. بينما كيف بدي أخذ أنا البروتين من أي مصادر تانية؟ بأخذه من البقوليات اللي هي مصدر غني جدا بالبروتين، رخيصة مقارنة باللحوم، طعمها مقبول وفيها فوائد كتير حلوة، إنها فيها ألياف بتحافظ على الجهاز الهضمي، العدس فيها العدس. فيتامينز. بعدين في شغلة كتير حلوة بموضوع العدس والفول الأحمر والفول العادي. هلأ بعد ما الواحد يأكل فول بحس دائما باسترخاء، بحس حاله هيك صابته حالة من يعني بيرخرخ لأنه موجود فيها فيتامين بي 6 وبي 12 المسؤولين عن هرمون السعادة هرمون السيروتونين. بس اسمعي، هذا زمان كان لحمة الفقرة، هلأ بطل له علاقة بالفقرة، صار لكل الناس. الناس اللي عندها صحيين بطلنا نقدر نشتري كيلو العدس. انه غالي. اوكي معلش، خذوا فول او حمص او شيء ثاني. لا لا بنشتري عدس ان شاء الله، بس هو بضله ارخص من المنتجات الحيوانيه وافيد بالضبط 100%. بعدين فيها شغله كمان، اللي الغذاء اللي فيه نسبه بقول عاليه، يعني استمر الشخص لمده فرضا شهرين زمان عم ياكل بقوليات يعني كمصدر بروتين، بتنزل نسبه سرطان الرئه من 20 الى 45%. وهي معلومه كثير حلوه، يعني ادويه ما بتقدر تعمل هيك اشياء. فالغذاء تبعنا كثير مفيد، يعني يا ريت نضل احنا مصحصحين لهذا الموضوع يعني. شغله ثانيه بدنا ننتقل عليها هلا، لما بدنا نتبل الاكل تبعنا نستعمل الملح يعني طبيعي. اول شيء بنمسكه الملح، حتى بعد ما يخلص طبيخه بنحط برضه بالملح ملح، يعني حتى لو ما كان بده ملح.
الملح فيه صوديوم مثل ما احنا عارفين، الصوديوم بيرفع الضغط وبشكل غير مباشر بيرفع الالتهابات بالجسم، يعني ولو بشكل غير مباشر ولكنه مش مفيد. فاحنا بنقدر نتبل الاكلات تبعتنا بتوابل اخرى فيها فائده صحيه وما فيها صوديوم، اللي هي مثل الزنجبيل البودره، التكستشر تبعه بيشبه الملح، يعني فينا نرشه على اي اكله، او فينا احنا مثلا نستعمله عادي مثل نقطعه شرايح او نبشره، او يعني في طرق كثيره. هذا هيك شكله مجفف وهيك، اكيد يعني ساده المشاهدين عندهم فكره عن الزنجبيل، بس يمكن للحديثين في الزواج، حديثين في بجوز ما بتعرف الملح والفلفل، فهيك يمكن دخل الزنجبيل نكهته كثير حلوه وفيه فوائد عظيمه. شوفي المطبخ المغربي مثلا كثير بيستخدموا الزنجبيل، احنا دخل جديد علينا الزنجبيل اصلا، مش يعني من كم سنه بس مش من فتره طويله. بتعرفي هذا انا كمان يعني ممكن تغلي مي وتحطيها فيها تشربيها وتبرديها بالثلاجه وتشربيها، هاي الفكره كثير حلوه برضو، كثير مناسبه وبضلوا فوائد الزنجبيل فيها حلوه، بتعطي هيك ريفرشمنت طعم المي. وكمان فينا كمان نستعمل التوم المطحون، هلا اذا ست البيت تتغلب من تقطع توم، هلا التوم انتي بايتك رباني، يعني مفيش داعي تاخذ كورس انتي بايتك اذا حسيت انه حلقك شوي فيك، بس تحطه مع شويه لبن وبيعمل مفعول رهيب. فينا نبدل التوم العاديه بالتوم البودره، هلا هي اخف شوي قيمه غذائيه ولكنها برضه بتضلها توم وفيها قيمتها الغذائيه، التوم المطحون اللي مجفف. يعني احنا بنحكي على بدل استخدام الملح، بدل الملح بالضبط، بدل الملح عشان يعني حلول عم تعطيكم المهندسه، ريحته كثير قويه زي كانه حتى مدخن. لا لانها تومه يعني مركزه، يعني هلا هذا بجوز عباره عن يمكن ثلاث او اربع عروس تومه يمكن، لانها لما تنطحن بتصير كميتها اقل مبينه، فعشان هيك بتكون مركزه. هاي مشويه بتكون يمكن، لا هي مجففه ومطحونه. مجففه ومطحونه بالزبط. طيب في كمان شغلات ثانيه ممكن نبدلها ست فخر، زي المايونيز. هلا المايونيز عباره عن سكريات مكرره اللي هي بتغذي الالتهاب اجين، وعباره عن دهون مشبعه اللي مثل ما هي موجوده باللحوم اللي مش كويسه. فانا اذا في كثير ناس خاصه الشباب بحبوا المايونيز مع الساندويتش، تفضلي. لا انا مثلا بقدرش اكل هذا المايونيز، يعني بدهني انه بيض ني، بقدرش اكله مثلا حتى لو ممتاز، يعني هذا الشيء كثير منيح. بس في شباب هلا في، بس لما تفكري يا ريت كلهم يفكروا انه هذا، وحتى في بعض المحل بصنعوه من بياض البيض اللي مجفف وبعيدوا التصنيع، يعني تشوفي قديش قد ايه مرق بمراحل وهيك، غير هيك تطلع المواد المكونات تبعته مش كويسه اصلا. كيف بقدر ابدله انا اذا بقول لك الولد الصغير انا ما بحب، بدي اشوف مايونيز بالساندويتش تبعتي؟ هلا الافوكادو ثمره رائعه جدا، والناس ما بيعرفوا ايش يعملوا فيها، يعني بيشتروها بيعملوها ماسكات للشعر والوجه. هلا هو منيح لانه فيها فيتامينز، بس يعني انت فيك تدخلها لجوه وتظل الفيتامينز على شعرك وعلى جسمك. كيف بقدر اعمله؟ بس مجرد اني انا هرسته، حطيت معه معلقه لبن زبادي وشويه منكهات، يعني حطيت معها من التوم البودره هاي كمان، وبقدر احطها على الساندويش وطعمها لذيذ. عم تكبري بالك بصير طعمها لذيذ وبتعطيك حتى يعني في اطفال ممكن ما يميزوا طعمتها يعني. اذا هذا الافوكادو مطحون، هلا ممكن كمان نضيف له شويه تومه مثلا. ايوه بالضبط، احنا ضفت انا ضفت لها تومه ولبن زبادي يعني، وكل انت كل عصره ليمون مثلا، ويعني فيها اشياء ممكن انك تستفيدي منها. اوكي طيب، هلا كمان شيء ثاني، زيت الزيتون. لازم يكون كل مطبخ عربي، كل مطبخ لازم يكون زيت الزيتون. ليه؟ لانه بيحتوي على مضادات اكسده، واللي هي البوليفينولز اللي هي بتحمي من امراض الجلد، لانه بيرطب الجلد من الخارج، كمان بيحمي الاعضاء الداخليه، يعني اذا الواحد شرب زيت الزيتون بيستفيد منها داخليا، يعني بتحمي من القرحه، بتحمي من امراض الشرايين لانه فيها الاتش دي ال عالي اللي هي الكوليسترول الجيد. هذا زيت زيتون، ديري بالك قوي. لا طبعا زيت الزيتون كتير رائع، وبقدر برضو أنا أستفيد منه في بدل السلاد دريسنج. يعني في كتير ناس بيروحوا على مطاعم بده ياكل صحي، بيروح بيعبي صحن سلطه بعدين بيعبيها سلاد دريسنج، هاي اللي بتكون مليانه دهون ومليانه سكريات، زي فكره المايونيز. يعني انت ما تحط سلطه دريسنج، تحب الطعم الغنيه شوي حط زيت زيتون يعني، وشويه ليمونه شويه خل، بتوصل للفائده وللطعم الغني صحيح. اللي انت بتدور عليه. هلا نيجي لموضوع التحليه. في كثير ناس طبعا ليش بياكلوا شوكليت؟ لانه بحس بسعاده بعد ما ياكلوا شوكليت. تفضلي شوكولاته. يسلم ايديك. لا دائما ناكل تين احسن، احكي عن التين. هلا الشوكليت ليه الانسان بيحب ياكلها؟ لانها بتعطيه شعور زي ما قلنا على قبل انه في هرمون السيروتونين. هرمون السيروتونين هو بيطلع بعد ما ياكل شيء حلو الواحد. هلا بس المشكله وين؟ انك انت اكلت سكر، عززت الالتهابات اللي عندك وما ما حصلتش على الفائده اللي بدك، يعني راحت فتره السعاده اللي حسيت فيها بعد ما اكلت شوكليت. هلا بينما اذا اكلت تين
انت رح تحصل على الفيتامين بي 12 وبي 6 المسؤولين عن انتاج السيروتونين، بعدين السعرات اللي فيها اقل. هذا السيروتونين بالدماغ مش هيك؟ اه اللي هو هرمون السعاده هذا بيطلع من عشان الفيتامين. هيك في ناس اذا عندهم نقص بسموه بصير بهم اكتئابات، واغلب الناس عندها نقص في فيتامين بي 12، فهيك اغلب الشعب الاردني بتحسي شويه مكشر لانه ناقصه السيروتونين. لا لا هي كانت تسمي انت. طيب الحمد لله. كمان بدي احكي على التين انه بيعالج امراض الالتهابات الرئويه، كثير بيعالج امراض الربو وامراض الالتهابات التنفس وكل هاي المشاكل التين بيقدر يعالجها. وفي عندي كمان اخر شيء اللي هو القرع. القرع يقال انها الثمره اللي تغذى عليها سيدنا القرع يونس. القرع او اليقطين. اه بالضبط. القرع الاخضر يقال انها الثمره اللي تغذى عليها سيدنا يوسف بعد ما طلع من بحر من بطن الحوت. هلا لما خرج من بطن الحوت كان جلده كان فيه تسلخات وتعبان يعني. فاول ما تغذى على هاي الثمره. ليه ربنا حط له اياها؟ لانها بتعالج الجلد وفيها مضادات اكسده، بيتا كاروتين اللي هي بتحافظ على الجلد وبتحمي من السرطانات وفيها فوائد برضه كثير. طيب بس واكيد اكلها نيه. اه بالضبط واكلها نيه. فاحنا طبعا انا بقدر اكل هنيه. لا هي صعب تتاكل يعني اذا انطبخت تفقد هالاشياء. لا كيف اذا انطبخت بالطريقه الصحيحه؟ اذا انطبخت بمي لحالها، اذا سلقت سلق قلبناها مع زيت زيتون، اما اذا قليناها يعني الديب فراينج هذه خلص راحت كل الفوائد طبعا تبعتها. لا مين بيقلي اليقطين يعني اذا حدا بيخطر على باله يعني انه هلا احنا بالعاده المطبخ الاردني بنحشيهم. يعني انا مثلا بعملهم مع بصله وبخرط كثير زاكي ومع جزر شويه. ممتاز. يعني هي هاي الاكله اللي انا كنت احكي عنها، يعني اذا احنا اخذنا كغذاء كامل يعني مش سايد دش، يعني انه نخليه هو الوجبه الرئيسيه بدون ما نضيف له لحوم. يعني اذا احنا بدنا نحمي حالنا من الالتهابات ناخذه لحاله بدون اللحوم. بس بمجرد اني اقطعه واسلقه واضيف مثل ما حكيتي البصل والجزر وشويه هذا وجنجر ويمكن يعني بصل صغير. نعمل طبخه كامله غنيه مثلاً جدا وبتقيم كل الالتهابات وما بضلش في عندي اي مشكله ان شاء الله. يعني ان شاء الله. طيب ضل الشوكولاته. الشوكولاته حكينا انها هي مشكله اذا اكلنا شوكولات، احنا نستبدلها بالتين وبتعطينا نفس السعاده اللي احنا بنحكي عنها بعد ما ناخذ الشوكولات لانه في فيتامين بي 6. يعني هلا مهم موضوع الشوكولاته، بس احنا بحلقه جايه حنحكي عن الشوكولاته وقديش ممكن نفرق بين نسبه الكاكاو اللي فيها. انا كثير شاكره لحضرتك على هالمعلومات، ان شاء الله انها تكون مفيده. شكرا لك مشاهدي الكرام، غدا يوم جديد باذن الله. تحيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.